اهلا بيكو، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل النهارده مع بعض ماكن تشيز. لو انتوا من عشاق المكرونه الجوسي الغرقانه في الصوص ومن عشاق الجبنه السايحه، متاكده جدا ان الوصفه دي هتعجبكم. الوصفه دي الراعي الرسمي ليوم الكسل بالنسبه لي، بتخلص في دقائق معدوده، سهله جدا وفي نفس الوقت طعمها رهيب، الاطفال كمان هتحبها جدا. قبل ما نبدا الفيديو النهارده مع بعض، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنبدأ بيها وهي نوع المكرونة. الوصفة دي اشهر شكل ليها هو النوع ده، موجود في كل السوبر ماركت. هنحتاج كيس من المكرونة، الكيس اللي انا استخدمته 400 جرام. طبعا هنحط المية علشان تغلي، وهنحط فيها معلقة كبيرة من الملح. بمجرد ان هي تغلي هننزل فيها المكرونة عشان تستوي. انا مش عايزة المكرونة توصل لمرحلة السوى، عايزة المكرونة تبقى فيها مدغة كده بسيطة عشان تفضل محتفظة بشكلها. ولسه كمان طبعا لما نحط صوص الجبنة المكرونة كمان هتستوي فيها، والمدغة دي مش هتبقى موجودة خالص. بعد ما سويت المكرونة بتاعتي هصفي المكرونة وهغسلها بمية عادية جدا. ممكن لو حابين تضيفوا عليها معلقة زيت مفيش مشكلة. كده المكرونة جهزت معانا، وهنعمل الوقت صوص الجبنة. معايا 200 جرام من الجبنة التشيدر الحمراء، والتشيدر بتكون عندنا درجات، في مايلد وفي ميديوم وفي شارب. كل ما كان طعمها حاد ومن الجبن التشيدر القديمة هتكون طعمها احلى بكتير. انا بجيبها كده قطعة واحدة وببشرها في البيت، لان اوقات اللي بتكون مبشورة جاهزة بيكون مخلوطة مع نشا وحاجات تانية. بعد ما خلاص بشرت التشيدر ومجهزاها جنبي، هنبدأ دلوقتي نعمل صوص اكننا بنعمل صوص البشاميل بالظبط. معايا كمية متساوية من الزبدة والدقيق، معايا 3 معالق كبار من الزبدة، ومعايا قدهم 3 معالق كبار من الدقيق. هنزل الزبدة وهسيبها تسيح، وبعدين هنزل عليها الدقيق. المفروض ان قوام الخليط يكون بشكل ده، سايل كده وفي نفس الوقت تقيل، ما يكونش فيها اي تكتلات. هنسيب الدقيق يستوي شوية، اول لما يبتدي يبقبق كده هننزل عليها بالحليب. هننزل بالحليب تدريجيا، يعني هنزل شوية وبعدين هقلب لحد لما القوام يوصل للعجينة. بعد كده هنزل شوية كمان لحد لما القوام بتاعي يبدأ يخف واحدة واحدة. هضيف بقى التوابل بتاعتي، ضفت مكعب من مرقة الدجاج، ومعلقة صغيرة من الثوم الباودر، ومعلقة صغيرة من البصل الباودر. معايا كمان معلقة صغيرة من البابريكا، وهحط رشة بسيطة من الفلفل الأبيض. لو تلاحظوا هنا أنا مضفتش ملح، لأن ضايفين مكعب مرقة دجاج فطبعا بيكون فيه ملح، وطبعا الجبنة بتاعتنا فيها برضو نسبة كبيرة من الملح، فالملح هنضيفه بعد لما نضيف الجبنة ونخلص خلاص الصوص بتاعنا. هنظبط الملح على حسب ذوقنا، يعني هندوق كده ونضيف. ممكن كمان نضيف توابل الجبنة، لو مش عندكم توابل جبنة وعندكم التوابل بتاعة الفشار اللي هي بالجبنة برضو هتنفع، بتبقى حلوة جدا، بتعلي طعم الجبنة معانا. انا عايزة القوام بتاعي يكون خفيف كده علشان لسه هيتقل لما هنضيف الجبنة. اهم خطوة بقى هنا اننا ما نضيفش الجبنة والصوص لسه على النار، لان هتلاقوا الجبنة فرولت منكم كده، فهنطفي النار وبعد كده هنضيف الجبنة. بعد كده هنقلب والجبنة هتسيح من سخونية الصوص. شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ اخدت لون الجبنة شوية، ولكن مش زي ما بيكون في المطاعم. المطاعم بتزود عليها الخردل او بودرة المستردة، انا زودت هنا نص معلقة صغيرة كده. شوفوا بقى الفرق بتاع اللون بتاعها، هتلاقوها عند العطار، هي بتدي لون اكتر ما بتدي طعم. شايفين فرقت كتير ازاي؟ اخدت لون حلو جدا. الصوص معانا كده كمان جاهز، لو حابين الصوص يبقى فيه مطة كده هنضيف عليها شوية من جبنة المونزاريلا. هنضيف بقى الوقت المكرونة وهنقلب كل حاجة كده مع بعض. شايفين بقى عامل ازاي؟ انا بحب الصوص بتاعها يبقى كتير كده شوية، لانها لسه كمان لما بتبرد المكرونة بتبتص شوية من الصوص. ملحوظة كمان حابة اقولها لكم، ما تضيفوش المكرونة غير وقت التقديم، لان لو ضفتوها قبل ما تاكلوها بشوية المكرونة هتمتص الصوص زي كده بالظبط زي ما انتوا شايفين، ومش هتبقى حلوة. انا هنا بعد ما حطيت المكرونة سبتها ساعتين، فزي ما انتوا شايفين كده المكرونة امتصت كل السوائل اللي فيها، فعشان كده بقول لكم تضيفوا المكرونة وقت التقديم. طيب لو احنا هنسيبها لتاني يوم او هتتبقى شوية منها وعايزين نسيبها في التلاجة هنعمل ايه؟ هنكون شايلين شوية كده من الصوص في علبة او في برطمان، وبعد كده هنضيفهم قبل التقديم ونسخنهم، هتبقى اكنكو لسه عاملينها حالا. شايفين بقى الجمال ولون الصوص وريحته رهيب.
ممكن بقى ترش عليها جبنة برمجان او تكسروا شوية شيتوس كده او تاكلوها كده من غير اي افتكاسات. صدقوني اكلة سريعة جدا وطعمها رهيب، لازم تجربوها. طبعا واحنا عاملينها في البيت احلى بكتير من بره، ضايفين كمية جبنة محترمة، بره مش بيضيفوا الكمية دي. الصوص عبارة عن اكتر توابل، توابل جبنة على بعض التوابل اللي بتدي نكهة الجبنة، فطبعا واحنا عاملينها في البيت احلى بكتير وهتبقى حلوة جدا كمان على فكرة للاطفال في النوادي وفي التمارين. عايزة اقول لكم كمان ان الاطفال بعد التمارين بتحتاج كمية كويسة من النشويات، بتكون مفيدة جدا ومهمة جدا للاطفال. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، اذا عجبكم فيديو النهاردة اعملوا لايك وما تنسوش تصوروا لي تطبيقات كل الوصفة، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.